مرحبا بكم في كارماكس. اليوم ما عنديش خرشاشه، عندي لكم خرشاشه طويله سطروا عليها البنتلي كونتينونتال جي تي سي حيت كابريولي، وعندي لكم مفاجاه حيت ما نشوفوش غير بنتلي وحده اليوم، غادي نشوفوا جوج. الى عزيزه عليك البنتلي وانا عارفكم كثار بزاف حيت صيفطوا لنا لي ميساج ولي كومونتير، ها هي اليوم الكونتينونتال جي تي سي. خلي كومونتير، دير لايك، دير سبسكرايب باش تشجعنا وبقاو ديما نجيبوا الجديد. ولا عندك شي سؤال على شي بروبليم ميكانيك، شي حاجه باغي تعرفها على شي طوموبيل، دخل الفوروم ديالنا اللي كاين في كارماكس.ما، غادي تسولنا غادي نجاوبوك، غتلقى ديما الجواب على السؤال ديالك. ايوا يلا نبداو. حنايا اليوم عند سيليكتيف موتورز كارز في كازا، بلا ما نحتاج نهضر، انت شوف دور عينك شوف ليا مع راسك الباغادي ديال لي فواتور دو لوكس. الا خاصك شي طوموبيل دو لوكس دو كاليتي غادي تجي سيليكتيف موتور كارز في كازا. بالنسبه لهاد الكونتينونتال جي تي كابريولي، اول حاجه اليوم في لا فيديو ديال اليوم ما غاديش نركزوا بزاف على داكشي ديال التكنيك، غنهضروا على الموتوريزاسيون، نهضروا على كلشي بحال ديما، ولكن حيت الطوموبيله غاليه بزاف وكيشريوها واحد لا كلاس معينه ديال الناس، غادي نحاولوا نركزوا على لي ديتاي الصغار وعلاش هاد الطوموبيل غاليه. في كل ديتاي في الطوموبيل غادي نفهموا بان كاين شي حوايج مخدومين بطريقه مختلفه على الطوموبيلات الاخرين، وغادي نفهموا علاش في الاخر الطوموبيل كيكونوا اثمنه ديالها خياليين. اول حاجه هو القدام، ملي غتشوف القدام غادي تبان لك الكريل ديال البنتلي اللي باينه هنايا بالكرومي، والطريقه باش مصايب الديزاين ديالها كتبان لوكس بلا ما تحتاج تهضر، واخا تكون ما كتفهمش في الطوموبيلات، غير غتشوف هذا الكريل وغتشوف اللوغو ديال البنتلي اللي كاين هنايا الوسط غتفهم اوتوماتيكمون بان الطوموبيل لوكسوس. ثاني حاجه هما لي فو ديالها هنايا البولات فيهم شفاروفسكي كريستالز اللي كيبانوا بحال لي في ديال الديامون، كيبان لك بحال الفو كامل عامر بالديامون داخل، الديتاي ديالو مصروع مخدوم بزاف. واحد الفكره اللي ذكيه في هذا القدام هو ان الديسترونيك ديالها لي رادار لي كابتور ديالها محطوطين هنايا بحال كيبانوا بحال لي فو اونتي بغوياغ، دي الصراحه فكره زوينه. واحد الكاميرا ديال نايت فيجن هنايا لتحت. المهم هاد لي في ديال الكالندر كرومي كبير بزاف، الطوموبيل راه عملاقه، الكابو ديالها كبير، الكالندر كبيره بزاف، اللوغو ديال بنتلي اللي باينه من الجناح ديالو كيبان لوكسو، عطى الطوموبيل واحد الشكل استيتيك كلاس ومهيب، كتبان عاطيه للعين بزاف وما يمكنلكش كاع تغلط فيها بانها لوكسوس. انا نشوفوا الجنب، هادي فيرست اديشن، دونك اول حاجه غتشوفها في الجنب هو لو درابو ديال اليونايتد كينغدوم كاين هنايا. ثاني حاجه ريماركابل هما لي جونت 22، جاو غزالين مع هاد لافورم ديال الطوموبيله كابريولي لي جونت 22، وعندها من اكبر لي ديسك في المارشي 42 ملم، تياس كيبانو فريمون كبار سورتو ملي كتشوفهم قدامك. البريك كاليبرز حمرين فيهم لوغو ديال فيهم السميه ديال بنتلي. ثاني حاجه هو الجنح ديال لوغو ديال بنتلي كاين هنايا فهاد لابارتي ومكتوبه فيها 12. لا فورم ديالها استيتيك بزاف، البنتلي كونستركتور كيبقى سامبل ما كيعقدوش الامور، الا لاحظتوا معايا شتي لا فورم راه ما معقداش بزاف، ولكن هكاك صعيبه كما كنقولوا سهل الممتنع، كتبان سهله في الديزاين ولكن كتعطي واحد الريزولطا زوين بزاف. ريتروفيزور هنايا فيه الكلينيوتون، واللور فين الطوموبيل سبيسيال حيت لا فورم ديالها البودي ديالها خارج هنايا، كاين هاد لاخك اللي هنايا عطاها واحد لا فورم زوينه ابلاتي من هاد البلاصه ودايره من هنا، صراحه الديزاين ديالها صايبو فنان اللي كيفهم لي كليون ديال بنتلي شنو بغاو. بالنسبه للور كتبقى نفس القصه، لا فورم ديالها غير كتشوفها كتحس بالراحه النفسيه وكتحس بان الطوموبيل غاليه. هاد لابارتي هادي كبيره هنايا، هنايا كاين البلاصه ديال تروازيام فو ديال الفران، شو لي فو ديالها تقريبا نفس لي في اللي كاين القدام ديال الديامون، كيبقى هنايا ولكن بواحد لي ماتيريو مختلفين، كيبان لك دو نيفو هنايا في الفو داير عليه الكرومي، بنتلي مكتوبه هنايا كبيره اللوغو. لي سورتي كاينين كواد بايبس، واللي غريب هو انه لداخل كاينه وحده كبيره وحده صغيره في لي سورتي، ومغطيين بسورتي وحده كبيره داير عليها الكرومي، كلشي الكرومي، الطوموبيل عامره بالكرومي، وبالخصوص مع هذا الكحل هذا كيعطي الكرومي واحد لي في زويون. هنايا كاينه بوله صغيره ديال المارشاريير، وكاميرا دروكول كاينه في هذه البلاصه. عموما الديزاين 100 على 10، ماشي على 10 على 10، وكنظن ما غاديش نختلفوا كاع على لا كاليتي ديال الديزاين، وان نقالزه في البنتلي ما داروش خطا كاع في الديزاين ديال الكونتينونتال جي تي. اجي نشوفوا الانتيريور قبل ما نطلع، غنهضروا على ثلاثه ديال الحوايج ولا اربعه هنايا. اول حاجه لابلاك اللي محطوطه عليها الفيرست اديشن هنايا، كتبان طابلو ارتستيك بوحديها مسروعه، لا فينيسيون ديالها كتخلع، تحت منها كاينه بنتلي مكتوبه هنايا اكليري حتى هي كتبان. شوف هاد الطوموبيل كامله اليوم غنبقاو نهضروا غير على الديتاي الفينيسيون، حيت كل بياسه في الطوموبيل كاين واحد الانسان جالس في لوزين كيخدم بيديه، وشي مرات كيستعمل المكبره وكيبقى يدقق في التفاصيل باش يعطيك داكشي بالمليمتر، هذه حاجه مهمه. دونك عندنا البلاكه الفيرست اديشن والبنتلي اللي هنا، حتى
ثالث حاجه هي اللوغو ديال بنتلي اللي كيتافيشا في الارض، وماشي داك اللوغو السواقي اللي ولاو بزاف د الماركات ولاو كيديروه، ولكن حتى لافيشاج ديال اللوغو كيبان اش دي واضح بزاف. ورابع حاجه اللي غتلقاها قليل ماشي في كاع الطوموبيلات هو الباب، الباب كيقدر يحبس في اي بوزيسيون، ماشي ديك طق طق وكيضرب في الطوموبيل اللي حداك. هذا المشكل ما كاينش، يمكن لي نحبسو هنا نزيد غير شويه ونوقفو، نزيد غير شويه ونوقفو، يمكن لك توقف الباب فين ما عجبك وكيوقف في بلاصتو ما كيعاودش يتحرك باش ما تكررش الصباغه اللي غاليه. غنطلعو لوكس في ابهى حلله، واحد النوع ديال اللوكس اللي صعيب باش نوصفه، ولكن ها نتوما كتشوفوا على عينيكم. وبغيت نزبد معكم واحد الموضوع بالزربه، شي مره ملي كنبين طوموبيلات غاليه 300 مليون 400 بحال هذا الشكل، نبغيك ديما تكون موتيفي وتامن بالحلم ديالك. ما عمرك تبقى تقول راه غير دوك الناس اللي كيشريو دوك الناس. انا شخصيا شفت بزاف من هاد الناس اللي كيشريو هاد الطوموبيلات، كاين مقاولين، كاين اللي بدا بصفر درهم تقاتل كان مكرفص. منين ما كنتي كتشوف هاد الفيديو في الطوبيس كتمشى على رجليك جالس في داركم والوضعيه ما معاوناكش، ما عمرك تفقد الامل. ومني تفرج في فيديو بحال هكا تخيل هاد الطوموبيل ديالك وقول هاد الطوموبيل ديالي ان شاء الله واحد النهار غنشريها غنخدم عليها غدير مجهود. الا كنتي كتقرا الله يسهل عليك، وجد الامتحانات ديالك ونجح في حياتك. الا كان عندك شي كوميرس كمل ضرب تماره تقاتل. راه بزاف ديال الناس اللي انا كنعرفهم بداو من الزيرو ضربوا تماره ما كان معاهم حتى واحد ملي كانوا كيتقاتلوا، كانوا بوحديهم، بزاف الناس سمحوا فيهم، بزاف الناس ما وقفوش معاهم، وفي الاخر وصلوا للهدف ديالهم. ان شاء الله حتى انت حتى غتوصل للهدف ديالك. غتركب ليا بحال هكا في البنتلي مع راسك تحل الطوا، ما عمركم تفقدوا الامل وما تفكروش بسلبيه تقول راه دوك الناس راه خلي داكشي لدوك الناس. لا، ايه اليوم البطاطا غاليه عليك، غدا ان شاء الله نتكروزا انا وياك، وانت دايز ولا انت دايزين فشي بنتلي احسن من هادي كاع اللي غيكونوا خارجين في الفيوتشر. واجي نهضروا على الانتيريور ديالنا. نعم سيدي، هاد لي كولور بعدا قليل فين غادي تلقاهم في المغرب، وقليل في كيدوروا اصلا في العالم. هاد البيتون هذا الميلونج ديال لي دو كولور، لا فينيسيون ديال الطوموبيل هاربه كما كنقولوا بزاف. عندك هنايا بزاف ديال لي ديتاي ديال الكرومي، وواحد لاستوس زوينه هو هاد ليكرون اللي كاين هنايا مخبي هنايا. ملي كتركب كيبان لك الطابلو دبور عادي، فيه هذا الموتيف هذا ديال البيانو، وفيه هنايا الكرومي دايز من الوسط، الدرابو ديال فيرست اديشن او لا كما كيقولوا انجلزا فيرست اديشن. ملي غادي نبرك على ستارت شو شنو غيوقع ليكرون. اوب هذا باش كيبان، هادي شي حاجه طوب كاينه في البنتلي. واكثر من هذا الشيء، الا كنتي من الناس اللي ما كيعجبكش هذا الشيء ديال التكنولوجيا ولا الكرون كيبان لك بانه ما جيش مع السيل ديال الطوموبيل، غادي نبرك هنايا على سكرين اوب غيعاود يتقلب وغادي يوريني لي كونتور انالوج. هنايا كاينه لا تمبيراتور ديال على برا، كاينه هنايا لا بوصول بوصاله، وكاين هنايا كرونو باش الا ديتيها للسيركوي تقدر تكرونوميتري لي ديبار ديالك وحوايج اخرين. هاد القضيه بحال المثلث مصايب هنايا تريونغل، عنده ثلاثه د الوجوه. ملي كتكون الطوموبيله حابسه في مره بحال هكا كيبان لك غير طابلو دبور الكماله ديالو، ها هو دار كامل. ملي كدير ستارت كيخرج لك ليكرون، ومني كتبرك هنايا كما شفتوا كيخرجوا لي كونتور انالوج. هاد لي ديتاي اللي كنهضروا عليهم هنا هو كيبدا كيطلع الثمن، لان هذا الشيء ما عنده حتى علاقه مع الطوموبيلات الاخرين اللي كتعرفوا، غير هاد لي ديتاي صغار كيتحطوا عليهم الملايين في الديفلوبمون باش يتخدموا. ثاني حاجه، حيت الطوموبيل مبنيه على الكونفور ديال الشيفور والناس اللي معاه لي سياج، ولكن عرفتي شنو غادي دير؟ نسيت واحد القضيه. هانا سيدي هاد جي تي سي فيرست اديشن حتى هي و سونتينير لانيفيرسير ديال 100 عام ديال البنتلي، خرجات هاد الكونتينونتال جي تي. دونك اول فرق كاين من غير الانتيريور، شوف بعدا لا كولور ديال الانتيريور كيفاش دايره. هاد اللون هذا كلاس بزاف صوبغ، انا شخصيا كنفضل اللون الاخر، حتى هذا لون توب كيخلي الطوموبيله تبان عندها واحد الهيبه خاصه ديالها. ثاني حاجه، لا بلاك اللي كاينه هنايا فيها 1919 باش تماركي 100 عام ديال بنتلي. ثالث حاجه، البروجيكتور ديال الباب مختلف، هنا ما كاينش اللوغو، كاينه بي داير عليها الجولد. ورابع حاجه، حتى في اللوغو ديال بنتلي اللي كاين هنايا القدام مكتوبه 1919 و2019. قبل ما نرجعوا للاخرى نخليكم تاملوا شويه في الصالون بهذا اللون في الجماليه ديالو، ويلا نرجعوا نكملوا خدمتنا. رجعوا لهذا اللوين نخدموا فيه، هذا الانتيريور كيبقى الديزاين ديالو زوين بزاف. اول حاجه غتعامل معها ملي غتكون راكب في هذا الكونتينونتال هو الفولون. انت كشيفور غادي تحتاج الكوسان والفولون. الفولون ديزاين ديالو كلاس بزاف، فيه هاد لابارتي ديال الارباغ والكلاكسون مخدومه مزيان، الدوره ديالها مخدومه مزيان، اللوغو ديال بنتلي هنايا، الكرومي عاوتاني هنايا، الطريقه باش منحوا التقسيمه ديالو كيبان لوكس بزاف، النيفو طالع بزاف.
التوشي ديال الكوير هذا بيكي هنايا حتى في القصه ديالو رطب حتى من ريغولاتور دو فيتيس ميتاليك لا فينيسيون ديالو مصايبه مزيان. هنايا عندك فاش تحكم في ليكليراج كامل لي زونتي بغوياغ وكلشي الكوير ديالك كامل رطب طابلو دبور كله كوير بستيتشين. هنايا شوف ستيتشين فيه النص ابيض والنص احمر على حسب الالوان مقسومين. هنا هاد لابارتي هادي اللي بالاحمر فيها ستيتشين بالبيض وهاد لابارتي فيها ستيتشين بالاحمر. هنايا عاوتاني البيض بستيتشين بيض حتى من البوطاغون فيها الكوير بالاحمر. هاد لابارتي كوير كلشي كوير فين ما قصتي. هنا كاين واحد رونجمون هنايا وهنايا مخير التليفون صالح طريقه محكومه اللي ما غيتقلب ما يطيح ما حتى شي حاجه. ليكرون اللي عندنا هنايا اول حاجه فيه زوينه هو انه ريسبونسيف خفيف بزاف. النافيغاسيون فيه سهله تاكتيل ديالو خفيف كيتجاوب معاك دغيا دغيا. هانتوما كما كتشوفوا فين ما كنبرك سور بلاص كيعطيك ريبونس. هذه حاجه مهمه بزاف. هنا يمكن لك تحكم في كل شيء اللي عنده علاقه بالطوموبيل. كاين لي سيستيم ديال سيكوريتي كاين النافيغاسيون كاين ميديا كاين هنايا مثلا لي تيب ديال الماساج تقدر تحكم في الماساج بالنسبه للي سياج. واحد الحاجه فيه زوينه وغريبه هو انه لي مونيو كيكون فيهم ديما دي زيكسترا. دوك لي زيكسترا كيتخباو ملي كتبقى في واحد لا بيريود ديال لافي. اون فوا كتمشي لافي بحال هكا كندير غير يدي نقربها ليكرون كيديتكتيها وكيعاود يرجعوا لي مونيو اللي كيكونوا مخبيين. هنا كاينين لي تيب دو ماساج نختار ليا شي ماساج ونكمل الريفيو والماساج خدام الله على راحه. هنايا كاين درايف يمكن لك تشوف لافيشاج تيت اوت فكرني فيه الهيد اب ديسبلاي كاليتي ديالو نيت بزاف كتبان ليماج واضحه. فيزيون نوكتورن هي اللي وريتكم كابتور ديالها قبيله على برا بالنسبه لا فيزيون ديال الليل. هنايا كاين لاسيستونس ديال لونغل مور بروتيكسيون فريناج دورجونس سيستم سيكوريتي كاملين بلا ما تسول عليهم كاين كلشي. بالنسبه لا كليماتيزاسيون يمكن لك تحكم في لا كليماتيزاسيون ديال الطوموبيل كامله. ركزوا لي على الجرافيزم ديال لافيشاج لي جرافيكس كيفاش مخدومين كل حاجه متقونه مزيان حتى الجرافيكس دي طايب معذبين معاه. شو ملي كنبرك هنا الطوموبيل كامله كتسويتشي لي كونستركتور الاخرين كيدوزو من تصويره لتصويره. هنا كاين لي فور حتى باش كتحرك الطوموبيل كامله. هادو هما لي بيتي ديتاي اللي كنقول لكم ديما اللي كيخليو الطوموبيلات تكون غاليه بزاف. حاجه اخرى هاد لابارتي التحتانيه هنايا كاملين عندنا الكرومي هنا داير بها. عندك لي 3 بوطون هنا برينسيبال باش تحكم في الميديا دوز من ستاسيون ستاسيون. بوطون ديال اوكي ديال كونفيرماسيون اللي فيه هاد الموليت هكا كدور كتحكم فيها. هاد لابارتي هادي كامله فيها الكرومي مكانة ديال بنتلي شو لا كلاس كيفاش محطوطه لا فينيسيون ديال المكانة ولا كلاس ديالها كي مصايبه. الايرفنتس حتى هما سبيسيال بزاف في الطوموبيل كتحكم فيهم هكا مانويلمون الا بغيتي تطلع وتهبط مانويل وتحركوا الجناب حتى هو مانويل. ملي كتحرك الجنب شو الكره ديال الميتال كيفاش كتبان ديزاين ولا فينيسيون كلشي ميتاليك. باش تحل الايرفنت وتسدى تقطع عليها الهواء كتزر بحال هكا كتقطع عليها الهواء. لا كونسول سونترال لي زوين فيها ان كاينين البوطونات كاملين باش تحكم ماشي ضروري تعامل مع ليكرون. عندك بوطونات فيزيك كل حاجه محطوطه في بلاصتها. هاد لابارتي القداميه كامله مركزه على لا كليم. عندي هنايا البوطونات ديال الفونتيلاتور ديال السياج فونتيلي السياج شوفون كاين هنايا حتى الاير سكارف حيت طوموبيله كابريولي. هاد لابارتي هنايا في السياج كتخرج ليك الهواء كيدور على عنقك كيدير لك ايشارب سكارف ديال الهواء سخون باش ما يضربكش البرد. نعم اسيدي. واللي زوين هو ان هاد البوطونه كتحكم فيها بطريقه انتيليجون ديجا كتقدر تكليكي عليها من هنا بحال هكا وكهاد لاموليت فيها كدور بوحديها. دونك هكا يمكن لي نبدل لا تمبيراتور ديال لا كليم ومن موراها الا بركت باغ اكزومبل على الفرفاره غنولي كتحكم في لي نيفو ديال الفرفاره نيفو 1 2 3 4 وانت غادي. دونك هادي ملتي فونكسيون هاد لانتيغراسيون ديالها ذكيه بزاف. البوطونات اللي عندي هنايا لتحت شويه عندي ديال الكابريولي باش نسد الطوا ونحلو. غادي نشوفو دابا نسدو الطوا. احنا دابا سدينا الطوا انت بحال ما كاين والو طوا الكونتارا. دونك الا بدات الشتا ولا ما عجبك الجو غتسد الطوا ديالك الكونتارا. لا كاليتي ديالو رطب بزاف فيه لا كولور غري هنايا من الداخل. ولكن حنا غنكملو لا فيديو ديالنا بالطوا محلول. دونك كما قلنا هادو نتوما شفتو ديال الطوا. هنايا عندي الباركينغ بريك بوطونه عندي باش نطفي لو اس بي بوطونه ديال ديتريس باش ناكتيفي ونديزاكتيفي ستارت ستوب. كاميرا عندي هنايا 360 وعندنا واحد السيد هنايا كيكرط الماء حيت ملي ديمارا الطوموبيل دارت لينا واحد الفيضان تما اللورد. دونك كاميرا كتبين لك كلشي باش تسهل عليك ستاسيونمون وكيبان داك الشيء واضح. وهاد البوطونه اللي الوسط ديال الباركينغ اسيست ولا ديال ليدو ستاسيونمون بقات لينا هاد لاموليت الوسطانيه اللي مستيليه بزاف. البوطونه ديال ستارت جات وسط منا باش ديماري ولكن راها كدير واحد الخدمه اخرى اللي هي كتبدل لي مود. عندي هنايا مود بنتلي مود سبور مود كونفور والكاستم. الكاستم هو البيرسوناليزي اللي كتقاد فيه لي بارامتر ديال الطوموبيل كاملين على حسب شنو بغيتي نتايا.
هنا كاب هولدرز، بلاصه ديال كاب هولدرز نعاود نسدها. شو الطريقه باش كتحل؟ شويه عليها لا كلاس. الا كنتي مزروبه باغي تحل بالزربه بلا ما تشري كونتينونتال، كاين الساروت هنايا لداخل. شو لا فينيسيون ديال الساروت؟ البي هنايا، شو ليفي ميتاليك، ساروت كيبري مخدوم مزيان الساروت. لا كودوار عريضه لا سيرفاس ديالو هنايا، ولكن ما كبيرش بزاف الرونجمون. فيه 12 فولت هنايا، جوج ديال لي شارجور يو اس بي، جوج ديال لي بور و اوكسيليار هنايا، وفيه لي في الكونتارا من الداخل. الكوير ديالو بيان سور طب، الكلمه ديال الكوير عاودت 20 مره، حيت الكوير غوماركابل بزاف، لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. نعاودو نحققو في هاد لي سياج ونشوفو لا فينيسيون ديال ستيتشين ديال الطرزه. شوف ليا هنا ملي غتقربوا غادي يبان لكم الطرزه لا كاليتي ديالها كيفاش متقونه وكيفاش مسروعه. هذه هي البلاصه ديال الاير سكارف ملي كيخرج الهواء سخون اللي ضارب العنق. شوف لا فينيسيون ديال لوغو ديال بنتلي هنايا، ستيتشين بحال احمر وبرونز، احمر وكيبري، اللون ديالو زوين بزاف وبيان سور متقب حيتاش فونتيلي. لا فينيسيون ما بين هاد لي في اللي هنايا وهنايا وداك الاحمر اللي دايز، وهذا انا هاد الطوموبيل سيرتو بهذا اللون كنتخيلها بحال داك البو ديال لاكلاص الكبير ديال الكيلو اللي كيكون فيه الفاني والفريز، كتحس بها بحال شي كلاص ديال زبالة الفلوس. اجي نشوفوا اللور. قبل ما نرجع اللور، شفت هاد لا كونسول هنايا تفكرتها ديال السياج، كاينين البوطونات كاملين اللي غيتحكموا باش تكون عندك واحد البوزيسيون اكثر من مثاليه ديال الراحه، وكاين هنايا بوطونات ديال الماساج الا ما بغيتيش تجبدها من ليكرون تقدر تبرك غير هنايا. عاد دابا غادي نديرو بحال هكا، غنزر غير هادي غيزيد الكتريكمون باش يخليني نطلع على خاطري، دونك غندير بحال هكا. وعاد باش كدفعوا مانويل باش يبقى لك ليسباس فين تطلع. ملي غادي نرد السياج هو غادي يشوف الا كان غيقيس رجلي راه كيتبلوكا بوحديه باش ما يبرصنيش. ها هو دابا قاص في رجلي ويحبس وكيرجع واحد شي شويه حيت عرف هذاك هو القياس باش يخليني مرتاح. عندي هنايا بوطونه حدايا باش نقدر نهبط حتى هاد الزجاجه، واللي لاحظتوا فيها ان ما كاينش البيليه هنايا الوسط، دونك ملي كيهبط الزجاج كامل وكتكون الطوموبيله مسدوده كتعطي واحد ليفي جي تي واعر. جراند تورين هو هذا، مبني على ان الطوموبيل تكون لوكسيوز بزاف وتقدر تضرب بها الطرقان طوال، وان ميم طون عندها لا سبورتيفيتي في الموتور ديالها. الجلسه هنا الصراحه ما مزيراش بزاف حيت الطوموبيله كبيره طويله وعريضه، دونك الجلسه مزيانه اللي القدام غادي يقدر يجلس اليز. ربما ما تقدرش تسافر بها 600 ولا 700 كيلومتر في هذه البوزيسيون حيت غادي تبقى توقف في لوطيلات تريزيرفي لك شي سويت باش ترتاح، دونك اصلا ما غاديش تعيا. لا كاليتي اللور مثاليه بارفيت، ما كاين حتى شي ديفو. لا كاليتي ديال الكوير كلشي بقى هنايا ميتاليك، حتى من لي فو دومبيونس كاينين هنايا. كتحل هذه بحال هكا، فيها جوج ديال كاب هولدرز 12 فولت وشارجور هنايا يو اس بي. اللي في شكل في هاد البنت لي كونتينونتال هو ان هاد البياس هادي كتحيد كامله بحال هكا، راه عادي كتحيد فيهم كاملين، حتى هي فيها لا الكونتارا. دونك هاد البياسه غادي تخيل واحد جالس في لوزين بنتلي كيخدمها بوحده، خصو يفينيها كيبدا يخدم في لي ديتاي ويقاد كل حاجه لكل بنتلي باش تخرج لا كاليتي ديال الطوموبيل كامله مسروعه بحال هكا. ردوا هذا لبلاصتو. عموما الجلسه مزيانه مريحه، لا بوزيسيون ديال الجلسه بالسمطه بكلشي تجلس اليز واخا جي تي. اجي نشوفوا الكوفر. بالنسبه للكوفر كيتحل من تيليكوموند، وهنا غتبقى تقلب تقول لك ما هنا هنا. بكل بساطه داروها وسط اللوغو مستيليه بزاف، كيتحل بحال هكا. الكتريك بيان سور ما تحتاجش تعد براسك، لا كاباسيتي ديالو ها هي. وواحد القضيه، هذا الكوفر الموكيت ديالو غليظ بزاف، ومني كتحلو كتبان لك فيه لا كاليتي. زعما تقدر دير مانطاك، وكان كبير كنت ندير مانطا ونتكا فيه زعما الناس فيه ترونكيل ما كاينش مشكل. حاجه اخرى اللي سبيسيال في هذا الكوفر تقدو تلاحظوها وما عرفتش واش لاحظتوها، هو الفتحه ديال الكوفر هذه الديزاين ديالها مصايب سبيسيالمون باش يدخل الجولف كلابس، الساك ديال الجولف على حسب الطول ديالو ستوندار باش يدخل هكا عرض، باش ما تبقاش تقاتل معاه نعم سيدي طول ولا عرض. ملي تكون خارج من الحصه ديالك ديال الجولف غتقلب الساك وغادي يدخل هكا فيرتيكال بلا ما تعذب. البوتليب عاليه شويه ولكن قضيه الغرض. وعندك هنايا الكرومي باش كيعطي واحد لي في استيتيك وما تكرفش الكاروسري. ملي كنطلعوا هادي غتلقى واحد لا باتري قدا قداش تقدر تخدم لك الثلاجه ديال الدار تاع لي مونطي لك الدار كامله. غير ضحكين، هي باتري 12 فولت عاديه ولكن كبيره بزاف. وكاين الكيت ديال البنوات والكونفلور وداكشي. وهنايا بوطونه باش نسدو الكفر ديالنا. وسيداتي سادتي، اهم لقطه في هذا الفيديو كما العاده غنمسخكم مزيان. قبل ما نعطي
لكم لافيش تكنيك ولي زانفورماسيون. هاد لوبسيون هادي مهمه ما هضرناش عليها ديال لا سانتور. ملي كطلع كتخرج عندك لا سانتور بحال هكا، ملي كتفيروي السانتور كترجع وكتزيرها على حساب العبار ديالك. واجي دابا نشوفوا لافيش تكنيك ونعرفوا كلشي على هاد الوحش اللي لقدام. بنتلي كونتيننتال جي تي فيرست اديشن فيها موتور 6 لتر بي توربو W12 كي ديفلوبي 635 شوفو و 900 نيوتن متر ديال التورك. لا فيتيس ماكسيمال ديالها 333 كيلومتر في الساعه وكدير 0-100 في 3.8 سكوند. البوا ديالها او الوزن ديالها 2414 كيلو والريزيرفوار كيهز 90 لتر. بالنسبه لا كونسوماسيون كتكونسومي ما بين 17 و20 لتر و100 بسهوله لان الموتور كبير بزاف. والثمن ديالها بالنسبه لهذا الموديل 2019 اليوم في المغرب 275 مليون. وبطبيعه الحال الثمن اللي كنعطيكم ديما هو الثمن الحقيقي ديال السوق ماشي الثمن ديال جوجل. سيادنا الحلقه ديال اليوم سالات، ما سخيتش بكم كما العاده، ما تنساوش لايك وسبسكرايب الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم وعجبتكم هذه الخرشاشه الرائعه. وإلا ما عجبتكش راه ما عندي ما ندير لك، ما غتعجبك حتى حاجه اخرى. ما تنساوش تدخلوا لكارماكس.ام الفوروم، بارتيسيبيو في الفوروم، سولونا غادي نجاوبوكم. واللي بغى يشري شي بنتلي بحال هذه ولا شي طوموبيله دو لوكس ما تنساوش كونتاكتيو سيليكتيف موتورز كارز في كازابلانكا. غادي نخلي لكم لي زانفورماسيون ديالهم انستغرام ومعلومات في الديسكريبسيون. نشوفكم في الخرشاشه الجايه. تهلاو.